التعادل بيقول لك ايه؟ بتروح للاهداف. طب هنا لما فرقه تنسحب شكل الاهداف هيبقى عامل ازاي؟ كل دي تفاصيل اكيد الناس عايزه تعرفها، ولكن تعالوا نروح دلوقتي عشان نعرف هي سياره الاسعاف جت ولا ما جتش؟ ولو جت وما دخلتش الملعب، فكره الاهداف فعلا مؤثره في التفاصيل دي ولا لا؟ لذلك دلوقتي انا معايا على التليفون كابتن شادي محمد مدير جهاز الكره النسائيه بالنادي الاهلي، واللي بالتاكيد بيشرفني وبينورني على شاشه قناه الاهلي، وفرصه انا عارف ان هي جايه متاخره شويه، بس ابارك له بالتاكيد على تولي هذه المسؤوليه والنتائج الايجابيه والنجاحات اللي موجوده في هذا القطاع منذ ان تولى المسؤوليه. كابتن شادي منور الدنيا ومساء الفل. استاذ محمد مساء الفل، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك حبيبي. بالتوفيق دايما يا رب في قطاع الكره النسائيه اللي بدا بشكل جيد جدا ووضع عملاقا زي ما احنا شايفين من خلال النتائج، لدرجه ان الفرق حتى بتنسحب من قدام الاهلي، كسبتوا دجله اللي لعب طويل في الكره النسائيه. ولكن احداث النهارده في لقاء انبي على ملعب انبي، المشهد شفته ازاي والمعلومات اللي عندك كابتن شادي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بس حتى يعني في الاول في الاخر احنا يهمنا سلامه اللعيبه كلها، انبي كمان قبل لاعبتنا، ولكن حتى لو ما فيش اسعاف انا مستحيل كنت العب لغايه لما الاسعاف تبقى موجوده، علشان اهم حاجه زي ما قلت لك سلامه لعيبتنا، ده رقم واحد. رقم اثنين، كله بيستغل ثغرات اللوائح اللي موجوده من اتحاد الكوره، وفي تفاصيل غريبه عجيبه لا تليق ابدا باللي انت عايز تنهض بلعبه. احنا بنتكلم كرة القدم النسائية موجودة في العالم كله دلوقتي، واحنا المفروض على علمي يعني بادئين متأخر جدا. لازم يبقى عندك منتخب قوي، لازم عندك قطاعات ناشئين قوية جدا. فقررنا ان النادي الاهلي لما يدخل ضربة البداية يدخل باسمه الكبير، يدخل قوي. اكيد. يدخل قوي بنظامه بعد اعداد كبيرة جدا مع كابتن محمود الخطيب، وحطينا بلان واثنين وثلاثة، ثم قررنا ان احنا هنلعب باسم النادي الاهلي، وهنحاول في قدر المستطاع نجيب اللعيبه اللي تليق باسم النادي الاهلي وكمان المدرب اللي يليق باسم النادي الاهلي. اصطدمنا بواقع غريب عجيب. بطوله الدوري اللائحه بتقول بالاهداف. طب انا في فرقه بتيجي ما تلعبنيش وتروح مع فرقه ثانيه تخسر بالعشر والتسعه. طب ما هتتحسب بالاهداف، يبقى انا بذلت مجهود على مدار السنه وبالتالي الاقي نفسي في المكان اللي انا ما استحقهاش. رقم اثنين، اللي انا النهارده طبيعي هدخل معسكر لعيبه بنفرق، طبيعي يبقى فيه مكافئات، طبيعي يبقى فيه لاب لاب امور كتير جدا ماليه، مين يتحملها والفرق بتنسحب، فرق مش على قدر المسؤوليه، وفرق بتتلاعب بشكل كبير جدا وبتعبث بالمنظومه الكوره. هل انتوا عايزين تطوير للقطاع ده؟ هل عاوزين تحلموا زي ما احنا حلمنا الحلم وعملنا فريق محترم؟ انا ما بقولش هاخد كل حاجه، انا بقول انا داخل بنافس الناس القديمه وبحترم كل الفرق وبحترم كل المدربين وبحترم كل الانديه، لان انت كمان لازم تحترمني، تحترمني كاسم النادي الاهلي، انا رقم واحد في العاب كتير جدا وبضخ لكل منتخبات الوطنيه لعيبه باسم النادي الاهلي، سله، طايره، يد، تنس، كل حاجه. اكيد. فلما النادي الاهلي بيدخل بيتطور، النادي الاهلي لما بيدخل القاعده بتنتشر،